هذا الرجال ما بوصف ولا بأي رجال، لأنه كان طريق تعامل إلي كان يعني حتى أي شيء بإيدي بيضربنا فيه ما بيهمه. هو عمره 35 سنة، إذا جت عملتي مثلاً إنه تموت لي فيها عادي. أنا صار يضربني كتير. ما عنده أي شيء، هذا ما عنده إنسان. حتى أثر الضرب لهلا معلمي على جسمي. يا دمي العينين. أنا كنت بسوريا ما كنت راح أتزوج، بس هون بدي أتزوج. والشفتين إن الليل زاد. إذا بدي أتجوز يدفع ألف وأكتب بدي جوازة نظامية، يتجوز يكتب كتابه يستفى إن شاء الله بعد ساعة بطلع. يا شافي العينين. أرادنا بيجوا بتحرشوا بالسوريات من السابع للست سنين بدهم يخطفوهن ويطلعوهن لبرا، فحتى الطفل القد هاي عم بتحرشوها. هلا كتير صغيرين مثل من 13 ل 16 فقط، وإذا كانت أرملة مثلا عندها ولد عمر 20 سنة هاي مقبولة، اللي عندها ولدين عمرها 17 سنة كمان مقبولة. كانت في وحدة يعني هاي جتني بالأخير يعني عمرها صغير يعني 15 سنة وهو كان عمره 70 سنة، فأنا من وقت اللي هلأ جوزتها وطلقها بأسبوع فالبنت انهارت يعني مرضت وأخذوها على المشفى وظلت يعني فترة بالمشفى. وشو ما كان يكون بشع ما بتفرق معه، المهم فيه ما يعني أول ليلة يعني كانت كتير يعني كنت خايفة ويعني ما قدرت يعني إنما بنفس الغرفة. اسمي رهاب، سورية، عمري 27 سنة، متزوجة وعندي 4 أولاد. سألتني على شعوري، طيب بسألوا حالكم شو شعور أنا لما ولد من أولادي بيقعد يبكي وما معي لا طعمي ولا معي أجار البيت، شو بيكون شعورك أنت؟ اسأل حالك هالشعور وأنا بجاوبك على شعوري. يعني إحنا منين كيف نعيش يعني؟ لا سمح الله يعني بروح على أماكن يعني ما منيحة. عشان مفكر انا ماني عارفه انا هذا الشيء كله حرام وفي انه حساب وفي انه كل شيء، بس احنا مضطرين. انا بدي توب، بدي استقر، بدي اتجوز، بدي اجيب اولاد. ما حسيت الضغط ولا حسيت المقاصف الليليه ولا حسيت العالم تقتل بعض لهالدرجه. لما كنت سوريا كنت احلم انه يصير محامين، بس هون لا، لانه ما في حق يعني نحن ندرس هون. ما نقدر نهتم لأنه ما لنا بلدنا.
إلي رأي بس يعني شو بدي أحكي له أنا؟ بقوله لا تجوز بنتك، أو بقوله مثلا خلينا نبعتها على المدرسة، ومثلا شو بدي أسأل؟ ما لنا رأي نحن. فبيطلقها هيك خلاص، أحيانا على التليفون طالع، أو أحيانا بيني وبينها خلاص أنت طالع. يعني بس شرطهم في منهم بشرطوا علي إنه بدهم بكر، يعني مو متجوزين بكر. متزوجوا ما بعرف شو، يعني شو شايفين احنا مثل ما بقولوا هلا في سوق بيع، يعني سوق غنم. السلام. يتصل مسلم ويتحدث بحرق على هذه الأخت، بيقول أنا بدي أستر عليها وأنا بدي أعيش عيشة الملوك. هذا أقول عنه سيء؟ هذا إنسان مخلص، هذا إنسان بده يحل مشكلة. ما عرض علي زواج، لا عرض علي إنه شو، إنه أنا أنت متزوجة وأنا متزوج، يعني أنا يعني بسطينة مثلا، يعني من هالباب إنه أنا والله بجيب لك عالم متبرعين وبجيب لك خليك فوق الريح، بس كوني مثل ما بدي وسايريني وتاع على مزاجي. بيجي المتبرع بفوت على البيوت مشان يشوف كم محتي عندها، والمتبرع لما بيسمع انه في هون اربع بنات او ثلاثان اول شيء رح يجي على البيت. في بنات بيكونوا يعني كمان معانين بسبب الحرب وهالاشياء هاي، فبكونوا بحاجة إنه حدا مثلا يستر عليهم أو إشي أو هاي، بكون شخصيته مثلا ضعيفة وبحاجة يعني مادة. أبرز القصص الغريبة، بنت عمرها 14 سنة أبوها ما احتشاب بالقلب، عنده ولدين، الأب الدكتور مهددته لما وصل لهم إنه بأي لحظة بيموت، بقى حب يجوز بنته لسعودي أو كويتي أو أي شيء، بس المهم يكون خليجي. جاء واحد عمره حوالي 70 سنة، هون اتفقوا كل شيء ودفع المهر وانا 24، راح لوين انه شو بده يكتب الكتاب. هون القاضي الاردني ما رضى، القاضي الاردني لغاها قال له انت جاي تاخذ وحده قد احفاد سعودي. قال لي بعيشك اميره واني ما قبلت، حتى مساعدته يعني انه ما عاش بدي منك اي شيء، بس انه اقبل بالنهايه مساعده ما رضيت اقبلها. عمرها 16 سنة، قمر بقول لك قد ما بيك تضل الجمعة عم تبكي، صوتها معطلة، أهلها وافقوا مشان بده يشتري لها الكويتي بيت، أو ما يشتري لها إياه بده يستأجر لها إياه لمدة سنتين. يا حرام غصب العنان جبرت وأخذته، وأكثر من 3 أشهر ما عرفت عنده طلاق. طبعا هي هون شو كفلت إنه أهلها قعدوا سنتين. جمعة خابوها، بس هي بنت ملكة الجمعة ما أحلاها، ورجعوها ردوا. يعني عقب ما دفعوا لها مصاري وخلصوا ردوا زتوا البنت، عمر 16 سنة. أي من كان ما بيكون مال خاص، بيكون لامن مبلغ مثلا من هدول السعوديين على أساس نازل يتبرع فيه للسعوديين بدون أي مقابل، فجأة بصير بده مقابل، بده عروس. تزوجت عدت شهرين، بس شهرين بعدين بعد الشهرين اتطلقت. ما أعرف حتى الشيخ هذا اللي زوجني نفسه، هذا اللي جاب هذا الشاب وقال هذا محترم وهذا منيح وأحسن لك وأنت مطولة هون، هو هذا الشيخ نفسه اللي أقنعني بالموضوع ما لقيته. لما فتنا أنا وياها نفس الغرفة، هاي أسوأ لحظة قالتها بحياتي. يعني تفكر إنه يكون مثل الأولاني؟ كلهم هيك أصلاً، يعني ممكن يرجع يضربني مثل الأولاني، ممكن إنه يكون النقد حلو، بس يعني أنا موافقة بعذاب اللي أتعذب، بس كمان يكون المهر منيح.
يعني انحبست بغرفته لمدة شهر من غير أكل من غير شرب، بس على الدواء، دكاترة رايحة دكاترة جاي، بس عم يعالجوني بس الضرب اللي أنا أكلته منه. يعني حتى أخواتي اللي هني أخواتي ما أقدر أطلع فيه، ما أقدر. يعني إنه بكره نفسي كتير، يعني بقرف من حالي كتير. وأنا ما بعرف شو أحكي لك. بس لما طلعنا انحرمنا كل شيء، حتى انحرمنا أحسن شيء للبني آدم. تعرف شو هو؟ حرمنا الكرامة. كل إذا عندكم وحدة متطلقة أو مثلاً مغتصبين الشبيحة أو هيك كمان بيقولوا لنا هالقصة هاي، قال إحنا بناخدها وبنشتري عليها. فجاي قاعد بيقول أنا جاي من الكويت بدور على بنت سورية للزواج. فكان كثير ناس يجوا من ليبيا، سيارات ليبية، يجي عراقيين، يعني صادفت كثير بيجوا بيسألوا وين الجمعية الإسلامية. الهدف إنه عن طريق الجمعية الإسلامية يدوروا واحدة يتزوجها. ما يصير فينا مثل الفلسطينيين، طلعوا ما عاد رجعوا. بيتي ضيعتي ما راح بيصير شيء وخلاص الوضع على حاله.